كنحيي الروح ديال العمل الجمعوي اللي كيساعد الايتام، اللي كيساعد اصحاب الاعاقه، اللي كيساعد المرضى. انا دخلت مع الدكتور بالبصير في جمعيه رعايه، ما عمري حضرت معاه شي نشاط اللي ضيق الوقت ديالي، لانه انا في العمل الثقافي اكثر ما انا في العمل الجمعوي. لكن انا اللي كان نوجه الكلمه ديالي او النداء او الطلب بالاحرى كعين شي عندها غيره على هذه البلاد المسكينه، المفروض انه المسؤولين يديروا يدهم في الساكنه في العمل الجمعوي، انه يكون واحد تلاحم بيننا وبينهم. احنا ماشي احزاب سياسيه، احنا عمل جمعوي. وكنطلب هادشي حتى من الجمعيات يكونوا دائما مع بعضهم. العمل الجمعوي خدمته انا في اوروبا 10 سنين، فلقيت الفرق شاسع ما بين تما وهنايا في العمل الجمعوي، لا من السلطات ولا من الافراد. كان نادي العريش خصها يدي اللي هزوها، يوقفوا معاها، اللي يعالجوها مسكينه راه هي شويه مريضه، جريحه كتنزف كتنزف. قلبنا كيوجعنا عليها. وكنتمنى انا انه الوضع يتحسن، انه هاد الناس اللي تقسم المجلس يدير اعاده النظر. ماشي عيب، هذا ماشي مثلا غادي يقلل من قيمتهم ولا غادي هذه، لا بالعكس، حتى هما راهما وصلوا لذاك المناصب بكم بينا بالاصوات اللي هما دابا كناديهم، بالوعودات اللي كانوا كيعطيوها النهار الاول وما وقفش فيها. فانا كنطلبهم منهم منبر كنداء استعطاف، ولا كنرغبهم انه يعيدوا النظر ويراعيوا هاد الناس هادو اللي هما واقفين عليهم.